اوه في ايه بيحصل في البيت الابيض؟ على كده ايه ده ايه ده المبنى وقع. حلو ازيكم يا شباب، معاكم فادي عضلات ورجعت لكم بفيديو جديد على قناه تفجير وتدمير. النهارده هنلعب اللعبه الاسطوريه ديفيجن 2 الاضافه الجديده وارلوردز اوف نيويورك، واحب اشكر شركه يوبي سوفت. شركه يوبي سوفت يا جماعه بعتوا لي الاضافه الجديده الجامده قوي قوي قوي، انا متحمس جدا. انا لسه ما جربتهاش بس انا يعني بحب جدا لعبه ديفيجن 2 فمتحمس قوي للاضافه ديت، فاحب اشكر شركه يوبي سوفت على رعايتهم للفيديو ده، واحب اشكرهم على كل الالعاب اللي بيعطوها لي. على فكره يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه، شركه يوبي سوفت وشركه ايبك جيمز، الشركتين دول بجد انا مش عارف اشكرهم ازاي، بيقدموا لي سبورت كبير جدا على القناه، دايما بيبعتوا لي العاب العاليه الجديده اللي بتنزل اول باول، فبجد مش عارف اشكرهم ازاي. واتمنى اتمنى اتمنى ان اي حد من شركه اي اي او شركه اكتيفيجن او 2K او بسيس ده، اللي هي الشركات العاليه اللي بتنتج العاب الجرافيك العالي الجامده قوي، شايف الفيديو ده اتمنى ان هو يتواصل معايا، عشان نفسي بصراحه ان الشركات دي كلها تبعت لي كل الالعاب العاليه اللي بتنزل اول باول، لان انا واحد بعشق العاب الجرافيك العالي وعندي كارت عالي جدا اللي هو الكارت 1080 اي، وبشغل الالعاب دي على الالترا وببقى مبسوط جدا بجد بالالعاب دي، وببقى مبسوط جدا وانا بجربها وفرج الناس على القناه عليها بجد، والناس كمان بتستمتع وبتتبسط. عايز اقول لكم يا جماعه ان التوسعه بتاعت ديفيجن 2 اللي هي الوارلوردز اوف نيويورك ديت يا جماعه سعرها 30 دولار على اليوبلاي. ملحوظه مهمه بقى، لما لو حبيت تشتري التوسعه ديت لازم الاكونت اللي عليه ديفيجن 2 الاصليه، يعني لازم تكون شاري ديفيجن 2 الاصليه، كمان يكون عندك ديفيجن 2 الاصليه، تقوم عامل ريديم للكود في نفس اليوبلاي اللي فيه ديفيجن 2 الاصليه، هتلاقيها اتضافت كدي ال سي جوه اللعبه، مش هتبقى منفصله. طب يلا بينا بقى يا جماعه، وروني كده مين متحمس كده، اكتبوا لي في الكومنتات عشان نبدا بقى اللعبه الاسطوريه ديت. يا جماعه مش هوثقوا بقى لايكات بقى لايكات، انا هدفي هنا في القناه ان انا ابسطكم وامتعكم، عشان كده بقيت بكتر قوي من الالعاب اللي انا بحبها. ايه ده ايه ده ايه المكنه دي؟ ايه ده ايه ده ايه الوحوش العبيطه دي؟ خد انا قنبله طالما انتوا كده، خدوا ايه ده؟ هما جايين واقفين كده، ايه الهبل ده؟ الله القنبله ما فرقعتش ليه؟ هو في ايه يا جدعان بيحصل؟ ده لاج انت يا ابني، انا هنا اضربني اضربني اضربني. ايه ده وايه ده؟ ايه ده؟ ده العدو بيقتل على صاحبهم. ايه ده يا جدعان؟ تي داتا صباح الفل، تي داتا صباح الفل يا تي داتا صباح الفل، انا هنا يا ابني انا هنا يا ابني. اضربني يا عم الحاج. انا قلت النهارده النت مش طبيعي وشكله هيعملها معايا. طب انت اضربني يا عم، انا هنا يا عم يا عم الحاج، بتضرب اصحابكم. وانت يا هطل بتنشر على مين يا غبي؟ طب الطلقات دي ما بتموتنيش انا ليه؟ صباح الفل صباح الفل يا تقداتا. وانت حابب تعمل ايه؟ انت يا عم انت حاج يا حاج. طب خد يا عم، طب قنبله، خد خد كده اتقنبل، خد اتقنبل. القنبله ما بتنفجرش يا تي داتا. تعمل ايه يا عبي؟ ايه ده ايه ده؟ لا 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 اشتغل 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 خلاص، لازم استخبى فورا. ايه ده ايه ده؟ يا تي داتا اللاج بيخلي الاعداء تتامل في السماء. يا تي داتا انت بتعمل يا عم الحاج، انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ ربنا يسامحك يا تي داتا. يا عم طب خد يا عم، انا هنا يا عم اخي، انا هنا يا اخي. وانت بتعمل ايه يا عبيط انت؟ تكبد الديفيجن خسائر في قاعة المدينة. ده يا جماعه انا اكتشفت ان انا كنت بادئ الاكسبنشن غلط اصلا. لقد رصدت ايزك مركبه ايه ده؟ كان لازم اعمل نيو ايجنت الاول. لم نرى شيئا كهذا من قبل.
ايوه 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 دعما من العملاء في الساحل الشرقي. انا قلت برضو البدايه كانت غريبه كده. سنتواصل مع فايلاو. حلو حلو ايوه كده. ده الشو ايه ده؟ الراجل ده شبه اللي في ريمبو، اللي في ريمبو 6 سيش. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوه ده الاضافه شكلها جامده قوي يا جماعه. انا عملت شخصيه جديده عشان العب بها الاضافه. تسمعين نيلاو؟ ايوه كده ايوه ايوه الاضافه والله شكلها جميله. تبا علينا ان نهبط. هو ايه ده؟ في ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ممكن نسوق حقه لو يكون فيها ان ممكن نسوق طيارات بقى المره دي تبقى جامده قوي. ايه ده اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل ده؟ اوبا بابا الجرافيك ده والجمدان ده. الله 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 الله. ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى ايوه بقى. بص بص الشخصيه الجديده بنت كيوت. قلت نغير بقى المره اللي فاتت كان ولد، نخلي بنت بقى المره دي. ايه ده؟ بصوا ايه ده؟ ايه الاسلحه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بصوا البنت عسله قوي. ايه ده؟ الا اختياري حلو جدا. ايه ده؟ اختياري حلو جدا. الله ايه ده؟ معايا اسلحه. ايه ده؟ معايا اسلحة ايه؟ ايه ده انا معايا ده؟ ايه ده؟ في حاجة غريبة مش واضحة. طيب عامة خش بس نحرر البيت الابيض. حاضر حاضر هنحرر البيت الابيض. تعالى كده حبيبي يلا. وانت كمان بالسلامة ابطال. علينا الصعود. هنصعد اهو هنصعد. والله يا جماعة انا متحمس. شكلها حلوة. شكلها هتبقى اضافة جامدة. شكلها تبقى اضافة جامدة. اوه في ايه بيحصل في البيت الابيض؟ على كده ايه ده ايه ده؟ المبنى وقع. حلو حلو. ولا ولا تعالى كده لم نفسك كده. لا ايوه تعالى كده حبيبي. ايه في ايه؟ ايه ده؟ خد يا بطل. خد يا حبي. خد هدية مني كمان. خد يا بطل. اقول لك حاجة؟ تفجير وتدمير بقى. يلا خد خد دي خد دي. انت لسه فاكر تموت؟ ما ماتش على فكره تقريبا. خد ايه ده؟ جبتها له فين دي؟ يا نهار اسود. خد اللي في دماغك. لا خد خد خد. تعال تعال اقول لك اقول لك. خد يا بقى. كنت عايز افكر البنزينه فين. ولا اثبتوا كده يا جماعه. عايز اضرب. طب اثبت لحظه بس يا ابني. يا ابني يا ابني اثبت يا حيوان. يا اثبت يا ايه يا بيه يا اخي؟ اثبت يا اخي. تعال انت تعال انت. ايه ده؟ مين ضربه سنايبر؟ حد ضربه سنايبر. ايه ده؟ تعال 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 قرب 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 من دي قرب من دي. هروقك اصبر بس. طب خد بقى انت يا عم. يا جدعان انا بطير الطلقات في الهواء. اثبت 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 اثبت. خد استنى استنى ابلع دي ابلع دي انت كمان. استنى استنى ابلع دي. هقول لك بس ثواني هقول لك بس ثواني. يا عم الحاج اصبر اصبر على نفسك. اصبر اصبر اثبت اثبت. سوا 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 يا عم الحاج. خد دي خد دي يا عم. هو في ايه يا جدعان؟ ما تثبتش بيت. خد كده في دماغك يخرب بيوتكم. اهدى. يلفق لقاعة المدينة واحمل جرحى. سأرسل المساعدة سريعا. والله يا جماعة أنا حاسس كده إن الإضافة جامدة. حاسس إن الإضافة جامدة. البداية البداية حماس حماس. بس انا عايز السلاح رشاش عادل كده. مش عميل. ايه ايه ايش تحس ان هي شتيمه؟ ايه يا عميل دي؟ معلش هتحس كده ان هو يا عميل. ايه ده ايه ده؟ اسلحه ايه ده؟ ايه ده؟ سنايبر دمج بتاعها 90. انتوا متخيلين يا جماعه 90000؟ الدمج بتاعها 90000. ايه ده؟ 274 كي. هنحرر البيت الابيض يا جدعان. انا عايز اشوف الاعداء بقى شكلهم ايه وايه الجديد. افتح افتح انت الباب. انت يا بيت افتح الباب. لوسة؟ لا مش ناقصة كورونا. مش ناقصة كورونا هنا. بقول لك منطقة ملوثة. مش ناقصة مش ناقصة مش ناقصة كورونا. هلوت. ايه ده؟ حلوة التيشيرتات دي. انا عمال اخد في التيشيرتات. حاسس ان انا جاي محل هدوم هنا مش جاي احارب. تعالوا كده يلا. ايه ده؟ في ايه في ايه؟ ايه ده ايه ده؟ في حاجات بتفرقع ولا في حاجات يلا هيا بينا هيا بينا.
يلا. مش عايز اقلق هنا، في ايه؟ ايه ده الانفجارات اللي ورا دي؟ يا لهوي الدنيا مقلوبه يا جدعان. قاعه المدينه، انا مع الناجين. انت مع الناجين؟ ايه ده؟ بس ايه ده انت تكوني مع الناجين؟ ايه ده؟ مين ده؟ ماله؟ لابد ان الرايكرز قادمون من القمر. مالك يا ابني؟ يا عميل احمي. ده لابس قناع ليه؟ عنده كورونا ده ولا ايه؟ اعمل ايه انا دلوقتي؟ افتح الباب ده؟ طيب قولي لي كده وخلوا التعليمات واضحه كده. يلا ها تعالوا لي. ده ده الانذار ده يا جماعه الاضافه. اوه لا استطاع التنفس، يبقى كورونا على طول. تعالى لك كده انت هو معيش البتاع اللي بتترمى دي. اهي حلو، وخدوا قنابل بقى. لو ايه ده معايا الدرون، خدوا كده. الله ايه ده؟ ايه ده؟ ده ال ايه ده؟ ده 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 اللي انا حاططها دي. الدرون دي بتاعت الهيل مش بتاعت انها تضرب الاعداء. لا لازم اغير تقريبا. التغيير مقفول دلوقتي. ماشي مش مشكلة. طيب يلا 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 هجوم. نهجم مصدر تلوث. ابتعد عن الدخان. ابتعد عن الدخان. اكتشاف الخادم النشط. ده حلو. تحميل. طب يلا في ايه ده؟ ايه ده كات سينز حلو. اوبا ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اوبا 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 تحليل التعرف على الوجه. اوه ايه ده؟ الدرونات دي بتتعرف على الوجه. يا سلام اوعى التكنولوجيا. اكتمل التحليل خافير كاجيكا جيمس يابا فيو بارنيل فيفيان كولي. الحالة متمردون. متمردون؟ طلع عينه ده. يا جماعة الإضافة شكلها حلوة. اكتمل التحليل ايرون كينر. الحالة دور الضرب فيهم كلهم يلا. في حماس يا جماعة في الموضوع بجد، انا متحمس. لنا ان كينر كان يعمل على نوع من الفيروسات لكنني لم اجد قدرته على تسليحه بسرعة. يجب ان نستعد. لاو وصل المسعفون يخرجون الناجين. مستوطنة الملاذ. اف بنقضع الكورونا ولا ايه؟ والله شكلها في كورونا هنا. سبت لك القضاء على الفيروسات. ايه ده؟ هو وليع. هو ايه اللي حط حد فجأة حد كده؟ اتحطيت قدام العدو فجأة. استنى هقول لكم حاجة، هقول لكم حاجة. بص بص استنى بس هقول لكم حاجة. لا تصدق؟ لا صدق يا حبيبي. صدق يا حبيبي صدق. بصوا رميت الطرد هيروقهم. الطرد ده هيروقهم. خدوا كده. اوه قشطة. ايه ده؟ ده هيل ليا. ايه ده الدرون دي تهيلني انا؟ طب ما ده حاجة حلوة على فكرة. الاوبشن ده جميل. يبقى معايا طرد والدرون تهيلني. حلو جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ في حاجة جاية. كان في حاجة بتصفر. في واحد لسه هناك اهو. ايه ده؟ في حاجة بتضرب عليا ولا ايه؟ انا مش شايف. انا هقرب شوية. تعال تعال بطل كده. طول ما الدرون دي بتهيلني انا مش قلقان من حاجة. خد بقى ايه قنبلة عشان ما تتعبنيش كده، ما تصدعنيش. مش ناقصة لا فاضي لك. لسه احنا هنقعد ندادي. النادي النجين من الكورونا خلاص خرجوهم من هنا. عايز انط كده الو دي بنطلون. والله انا حاسس ان في محل هدوء. كل شويه يجي لي بنطلون مش عارف تيشيرت. في ايه يا جدعان؟ في ايه محسسني ان انا هنا؟ والله جميله يا جماعه الاضافه دي، انا متحمس بس عايز ايه ادوس فيها شويه كمان عشان استكشف كده الحاجات الحلوه اللي فيها.
هجوم وشيك، احتاج اليك هنا. احنا بنحرر البيت الابيض دلوقتي يا جماعه من الكورونا. ايه حلوه قوي. تسرني رؤيتك. ايه ده؟ ايه ايه؟ ارسلت له إيه؟ تحيات الملاذ لنذهب. اروح فين؟ ايه ده؟ اروح بقى لواشنطن. واو، اروح واشنطن. هنروح واشنطن. ماشي. طب دي نروح لها ازاي؟ همشي يعني؟ طب مفيش طياره تيجي تاخدنا؟ بس والله تيجي طياره تاخدنا. ايه الدنيا ظلمت فجأة ازاي؟ يا ماشي، ايه في ايه؟ النور قطع مثلا؟ ايه ده؟ في ايه بقى؟ اوه غريب ان اكون هنا حيث بدأ كل شيء. احنا المرء يشكل صورة في عقله. عاصفة تسببت في ان يسوء كل شيء. اوه في تغييرات في اللعبة. فيه ايه ده؟ بص المنطقة دي مزبلة ازاي؟ ايه ده؟ اختار نيويورك. ايه ده؟ الدرون بتاعتي فرقعت. طب يلا هنروح فين بقى؟ احترس يا عميل، هناك مشكلة. ايه ده؟ حلوة حتة ان في بوت بيلعب معايا، يعني مش بلعب لوحدي، في واحدة بتساعدني كده اللي مش. ايه ده؟ بصوا بصوا يا جماعة، بصوا الاضافات بقى يولعونا بقى. حلوة الحاجات دي والله. طب بصوا انا هروقكم. بصوا خزانات الوقود. ماشي. هي فين؟ فين الخزانات دي؟ انا مش شايفها. فين الخزانات دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ولعت اهي. اوه ايه ده؟ الاضافة جامدة يا جماعة. ايه ده؟ ايه الولعة دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الولعة دي؟ يا لهوي. هيا لنستمر في التحرك. ايه ده؟ هو انا ولعت ايه هنا؟ كان في حاجه انا ولعتها عملت انفجار جامد. ده اكيد خزانات الوقود. ايه ده يا جماعه؟ فجميله. واو واو، جرافيك الحته دي يا جماعه. واو، هولع. لا 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 لا، هولع هولع. البتاع بتهيلني. واو واو. ماشي يا عم. ازاي ده يا جماعه؟ ايه ده؟ هو ايه اللي فلت؟ احنا دلوقتي المفروض هنروح البيت الابيض. تراجعي، نتحدث مع رود. ليس مرحبا بك، استضفنا عملاء. ايه ده؟ ايه ده؟ جيدا. بت اللي ليس مرحب بك ده؟ بت تطردينا؟ 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 يريدهما رود. ايوه كده. ايه ده؟ جيد، دخلونا. يلا جيد جيد. يلا خلصوا كده، افتحوا الباب ده بدل ما نطربقها على دماغكم. اهلا في الملاذ. اسس هذه المستوطنة ملاءً سابقين ومتطوعين يدعون انفسهم بقوات حفظ السلام. قوات حفظ السلام. ايه ده؟ حلو. بس في جديد يعني. بصوا لبس الناس دول، في كده يعني القوات دي مختلفة، في تجديد كده في اللعبة. حلو. مدهشة حقا، لكنهم غير مهتمين بالديفيجن. علينا إقناعهم بمساعدتنا بينما نطارد كينر. قابلني في مكتب رودز، لدينا ماض مشترك، أمل أن أقنعه ببقائنا. ممكن رقمك؟ يلا. ايه ده بقى؟ انا بعشق الكاتسينز يا جماعه، بحب قوي يبقى في كاتسينز. بس بص البنت اللي اخترتها، بص خضتها حمرا ازاي. انا اعرف ان الملاذ ليس هدف كينر التالي. اتمزح؟ سنصبح. لا بس بجد اللعبه، بصوا الشخصيات جرافيكها رهيب بجد فعلا. بصوا الجرافيك رهيب. لن اصدق ثانيا. بصوا الراجل بيلمع ازاي. اقاتل للهدف نفسه هنا. اتعلم؟ موقفنا أفضل مما كان عليه وسط المدينة. هؤلاء آمنون. محق.
هذا الموقف أفضل بالنسبة لك، لكن شعور الأمان لا يعني أنك في أمان دائم. الأمور تسوء هناك يا بول، لكن القرار لك. افعل ما يجب للتعامل مع كينر. بعدها دي شكلها تتقلب دلوقتي عشان شكلها نقتل كينر ده. والله انا معرفش مين كينر ده اصلا، بس عادي عادي. كينر هدفنا، الا ان موقعه الحالي غير معروف. لا طبعا احنا هنجيبه منين بقى؟ ولديه خطة. بناء على التسجيلات وجدنا ادلة قد تقود الى العملاء المارقين. طبعا تكنولوجيا مؤيد لنظريات المؤامرة. لا البرنل ده له صلة بطائرات المراقبة التي كنا نتبعها. طب انت مؤيد لنظريات المؤامرة ليه؟ خليك محضر خير يا جدع. نحتاج الى استرجاع الطائرة، سنجده من البيانات الوصفية. فيفيان كونري، خبيرة متفجرات وقائدة مهمة في المنظمة. يا اهلا يا اهلا بالخبرة. تعددنا عن هجمات متزايدة من المنظفين في جزرين. استشر قوات حفظ السلام بخصوص تحركاتهم. جيمس درايغو، خبير أسلحة ثقيلة والقائد الحالي للرايكرز هنا في منهاتن. إنه يختبئ في مجمع في وول ستريت. كلفنا عملاء للبحث عن ضعف في دفاعاته. تفقد المنزل لأجل المعلومات. خافير كاجيكا، هو خبير تكتيكي. إنه كشبح لكنه يترك أثراً ملحوظاً. أنباء عن تعرض دوريات لكمائن في باتري بارك. متأكدون أنه كاجيكا. سنتتبع أثره ونرى لأين سنصل. لا وقت لدينا، تعقب أي هدف منهم سيقربنا من كينر. سنفعل كل ما بوسعنا من الملاذ لدعمك. بالتوفيق. ظاهر في فيروس هنا بيعملوله حجر صحي. هذا الشخص لا يعبث. ده الكلب ده ابوتي 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 على السلالة. ابوتي 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 خد بسالة السولة. يا سلام، شايفين الانسانية؟ هو 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 يا حبيبي. هو 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 ده؟ انت جاي بعد ما انا سكت وتقول ولا؟ بيفكرني بالمسرحية لما كان علي ربيع عمال يقول للكلب قول هو قول هو قول هو، والكلب مش راضي يقول. قام بيقول الله يخرب بيت ده زمن البني ادم بيهوى والكلب قاعد ساكت. فكرتني بالحته دي بالظبط. طيب بصوا يا جماعه، احنا هنستكفي بحد لحد كده النهارده، بس بجد اللعبه جميله جدا جدا جدا، وان شاء الله اعمل لكم منها فيديوهات تاني. اتمنى ان انا اكون بسطتكم في الفيديو بتاع النهارده، واتمنى ان تكونوا استمتعتوا جدا بالفيديو، لان هو ده هدف يا جماعه، ان اعمل لكم فيديوهات تتبسطوا بيها. عشان اعمل لكم فيديوهات تتبسطوا بيها لازم اكون انا مبسوط الاول باللعبه اللي بلعبها. مش هلعب لعبه غصب عني، اكيد انتوا في الاخر حتى لو لعبه بتحبوها مش هيوصل لكم، مش هتتبسطوا من الفيديو. تمام، بس كده يا جماعه، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرا جدا لكم، اشوفكم الفيديو الجاي.